السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نشرة الأخبار من استوديوهات سهيل، والبداية بأبرز العناوين. اللواء العرادة يؤكد جاهزية مطار مارب لاستقبال العمليات الإنسانية للمنظمات الأممية. إصلاح القطن بحضرموت يقيم ندوة سياسية بعنوان اليمن إلى أين، احتفاء بذكرى التأسيس وأعياد الثورة. تفاصيل الأنباء أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان بن علي العرادة جاهزية مطار مارب لاستقبال العمليات الإنسانية من المساعدات التي ستقدمها المنظمات الأممية وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر. جاء ذلك خلال لقائه اليوم رئيس عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر باليمن ديفيد مونس ومدير مكتب اللجنة بالمحافظة عبد الجليل عبد الله بحضور وكيل المحافظة الدكتور عبد الرب مفتاح. وأشاد اللواء العرادة بالدور الإنساني للجنة الدولية للصليب الأحمر في مختلف المجالات في ظل استمرار تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية والتغيرات المناخية وتراجع التدخلات الإنسانية للمنظمات الأممية والدولية جراء نقص التمويل وانعكاسها على معيشة وحياة المواطنين. افتتح عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة مارب اللواء سلطان بن علي العرادة مبنى المركز الاستشاري الجراحي بمستشفى مارب العسكري وملحقاته، والذي بلغت تكلفته 1,250,000 دولار أمريكي وبتمويل حكومي، وذلك في إطار الاحتفالات بأعياد الثورة اليمنية. وطاف عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء العرادة بأقسام المركز الاستشاري الذي يضم ثمان عيادات مع المرافق وصالة للمرضى وقسم للعمليات والعناية المركزة، ويحتوي غرفتي عمليات كبرى مع ملحقاتها وثلاث غرف عناية مجهزة بعشرين سريرا وقسم للرقود والذي يحتوي على 36 سريرا إلى جانب الملحقات. واستمع العرادة من رئيس هيئة الإسناد اللوجستي بوزارة الدفاع عبد العزيز الفقي ومدير عام المستشفى العميد أحمد دهمش والمختصين إلى شرح موسع عن التجهيزات والتأثيث التي تضمها الأقسام الثلاثة ومواصفاتها العالية والتي تعزز من مستوى قدرات المستشفى وجودة الخدمات التي يقدمها. وأشار إلى أن المشروع يضم وحدة تشخيص أشعة حديثة ومصنع للأكسجين إنتاجه اليومي بين 100 إلى 120 أسطوانة ومحطة تحلية مياه. ووجه عضو مجلس القيادة الرئاسي بتحديد النواقص والاحتياجات للمستشفى ورفعها للعمل على توفيرها، مشيدا بالخدمات التي يقدمها المستشفى لكافة المواطنين في المحافظة من عسكريين ومدنيين دون تمييز، والتخفيف من آلامهم ومعاناتهم وأمراضهم. احتفاء بالذكرى 33 لتأسيس الإصلاح وأعياد الثورات اليمنية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، نظم التجمع اليمني للإصلاح يوم أمس الأول في القطن ندوة سياسية بعنوان اليمن إلى أين، شارك فيها الدكتور حسن عبد الله بسواد أمين سر هيئة الشورى المحلية في حضرموت، والأستاذ فؤاد سالم باربود رئيس الدائرة السياسية بالمكتب التنفيذي لإصلاح وادي حضرموت. واستعرض الأستاذ فؤاد باربود الوضع الذي آلت إليه البلاد منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على مختلف الأصعدة ومتطلبات الخلاص من النكبة. من جهته تطرق الدكتور حسن باسواد إلى دور الإصلاح منذ تأسيسه في الدفاع عن الوطن ومصالح الشعب، موضحا أن الإصلاح يجابه اليوم الإمامية الجديدة ويقدم الكثير من التضحيات والشهداء في سبيل ذلك. وأشار إلى أن الإصلاح اتخذ من الشراكة منهجا رسمه في كل أدبياته وأعماله، وأكد في كل المناسبات على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الأيام تحل علينا الذكرى 33 تأسيس التجمع اليمني للإصلاح، والذي كان من اليوم الأول في التأسيس واقفا مع الجمهورية اليمنية، مع الوحدة، مع تطلعات الشعب اليمني، رغم ما يواجهه الوطن في هذه الأيام من حرب وتشريد، وكما تعرفون
فالإصلاح واقف مع الشعب اليمني في كل تطلعاته لكي يصبح المستقبل أفضل، المستقبل مشرق، تنتهي الحرب ويعم السلام. وإصلاح دائما وكما عود الشعب اليمني هو دائما يقف إلى جانب خيارات الشعب، فكلما أن الوطن سيجد الإصلاح سندا وعونا وقويا لهذا الوطن. يعيش الشعب اليمني ويعيش أعضاء تجمع اليمني للإصلاح وأنصار تجمع اليمني للإصلاح هذه الأيام الذكرى 33 لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح، ذلك من الحزب العظيم الذي تأسس في عام 90 مع تأسيس ومع انطلاق الوحدة اليمنية المباركة، ويأتي هذا الاحتفال مع احتفالات أيضا شعبنا اليمني المبارك بأعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر و30 من نوفمبر. لا شك أن التجمع اليمني للإصلاح منذ أن تأسس إلى يومنا هذا وسيظل مناصرا للشعب اليمني ومناصرا للحكومة اليمنية ومناصرا للشرعية الدستورية في كل القضايا الشعبية والقضايا السياسية والقضايا الاجتماعية منذ أن تأسس وإلى اليوم، وسيظل مناصرا لأن هذا الحزب ما تأسس إلا من أجل الشعب وللشعب، وسيظل كذلك إن شاء الله تعالى. والتجمع اليمني للإصلاح بفضل الله عز وجل هو ندب نفسه ونهض للقيام بهذا الدور، ولكنه لا ينفرد بهذا الأمر، فهو يرحب وينتظر من جميع القوى الوطنية السياسية والاجتماعية أن تنهض بدور من أجل الحفاظ على السيادة الوطنية وكذلك الحفاظ على المنجزات الوطنية والمكتسبات التي تحققت منذ ثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر. على الرغم من التحديات والحرب الحوثية الممنهجة، ظل وهج ثورة 26 من سبتمبر يتجدد بتجدد الأجيال، وكلما حاولت الميليشيا طمس أهدافها أشرقت شمسها وكانت أكثر حضورا وتأثيرا. نتابع. 61 عاما من التوقد المتجدد والضوء السبتمبري الذي لا يخبو في تأكيد على استمرارية الثورة فكرا وسلوكا في أذهان ومهج أجيال الجمهورية. لقد امتلكت ثورة 26 سبتمبر من النبل الإنساني الخالص وسمو الأهداف ورشد الغايات وسخاء التضحيات ما جعل منها أقوى الثورات التحررية مناعة واستعصاء على أعدائها. عيد الثورة 61 لثورة 26 سبتمبر تحتفي تعز كلها جميعاً اليوم، شباباً وشيوخاً ونساءاً أطفالاً الكل يحضر، مدارس تعز اليوم تبتهج، كل مديريات تعز تشارك في هذا الحفل، وكل مدارس تعز مديرية صالة ومديرية المظفر ومديرية القاهرة، كل المدارس كل الطلاب يشاركون ابتهاجاً واحتفالاً بهذه المناسبة الفرائحية ووفاءً لدماء الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم رخيصة من أجل هذه الثورة المباركة التي تحققت لهذا الشعب وحققت له الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحققت له اللي وفرت له العلم. في غمرة الاحتفالات البهيجة بالعيد الوطني الأكبر يتجدد التصويت الجماهيري بالإجماع اليمني العام، ويحضر هؤلاء في الساحات والميادين رافعين العلم الواحد كما هو الظاهر هنا في مدينة تعز المحاصرة، حيث يخرج الطلبة وكل فئات المجتمع ابتهاجا بهذه الثورة. اليوم يوم سبتمبر أكتوبري من هذه المدينة، مدينة صمود، مدينة العلم، وقد شاركت جميع مدارس المديرية الثلاث من المدينة المظفر والقاهرة وصالة إلى جانب المديريات القريبة إلى المدينة. كما تشاهدون اليوم نتعرق فرحا وسرورا في دار هذا الوطن، وما نشاهده اليوم هو انطباع لأول مرة تشاهده مدينة تعز الصامدة ضد العدوان ضد الميليشيات. رسالة نوجهها نقول لهم بأننا سنحاربهم بالعلم والقلم، لن نحاربهم بالسلاح، وإنما بعلمنا بثقافتنا بصبرنا بتحدينا، وإن شاء الله من نصر إلى نصر والرحمة للشهداء. خرجنا اليوم في يومنا العظيم في يوم هذا 26 سبتمبر الذي هو ضد الظلم وضد الفساد وضد الإمامة، ونناشد جميع الشعب اليمني وجميع النساء والرجال والأطفال
برفع العلم اليمني وإبعاد الفساد والظلم على اليمن. وكلما حاول الحوثيون إطفاء شعلة الثورة توقدت أكثر وتم نورها ونارها، فلا يروم المساس بمكتسباتها إلا أحمق يطلب خسرا وزوالا أمام هذه الأجيال المحتشدة. أحمد مكيبر، قناة سهيل، تعز. تزامنا مع الاحتفالات الشعبية والحزبية بالذكرى 61 لثورة 26 من سبتمبر، عقدت إعلاميات التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة الحديدة لقاء موسعا في مدينة مارب لمناقشة دور الإعلام الجديد وأهميته في التوعية بالقضايا الوطنية وتعزيز قيم الحرية والمواطنة المتساوية. ونوهت القيادية الإعلامية في إصلاح الحديدة زين عباس بدور المرأة وصوتها الإعلامي وقلمها الحر في معركة تحرير الوطن والدفاع عن الهوية اليمنية وتعزيز القيم الجمهورية النبيلة. بدوره شدد رئيس دائرة الإعلام بإصلاح الحديدة عبد الحفيظ الحطامي على أهمية أن توسع المرأة الإصلاحية من أدائها الفاعل ودورها في الإعلام الجديد للدفاع عن تهامة أرضا وإنسانا وعن اليمن وهويته وكرامته والوقوف إلى جوار الإنسان في بعث روح الأمل. وأكد الحطامي على أهمية صناعة المحتويات الإعلامية المشوقة والهادفة لترسيخ القيم الوطنية. هذه الفعالية رائعة جدا ومؤثرة بشكل ممتاز، حيث إننا نحتاجها باستمرار كوننا فئة شبابية من الإعلاميات والناشطات الشغوفات لتحقيق الوعي لدى المجتمع اليمني سواء كان ثقافيا أو اجتماعيا أو سياسيا. نظمت دائرة المرأة بالمكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح في محافظة مارب ندوة عن المرأة الإصلاحية ومشاركتها السياسية، وذلك ضمن فعاليات المكتب بمناسبة ذكرى التأسيس وأعياد الثورات اليمنية سبتمبر وأكتوبر المجيدتين. واستعرضت أوراق الندوة دور حزب الإصلاح النضالي وتشجيعه للمرأة على المشاركة الفاعلة في مختلف جوانب الحياة. ونوهت الندوة بدور المرأة في الدفاع عن الدولة والنظام الجمهوري عبر التربية والفكر والأنشطة التوعوية ومحاربة الشائعات ورفع معنويات المقاتلين والوقوف إلى جانب المختطفين والأسرى وتقديم الدعم والرعاية للفئات الأشد ضعفا. وثمنت الندوة الدور الذي لعبته المرأة الإصلاحية في الدفاع عن الحقوق والحريات وخدمة الوطن. كلما حاولت ميليشيا الحوثية الكهنوتية طمس أهداف ثورة 26 من سبتمبر في نفوس الجيل ازدادت توهجا وحضورا في وجدان الشعب، ومع كل محاولة بائسة يتكشف للجميع قبح الحوثية ومشروعها العنصري الدموي السلالي. متابع. في عقول الصغار وقلوبهم قبل الكبار تحضر أهداف سبتمبر نورا ونار، ولو كان للحوثي فانوس سحري فطلب من مارده أن تختفي أهداف ثورة 26 من سبتمبر من قلوب اليمنيين وعقولهم لجاءه الرد المؤكد: لا أستطيع تحقيق المستحيل بحقهم. فالشعب الذي لم ينس مارد الثورة الذي تم إخفاؤه بخطة نفذها السلاليون المتدثرون بغطاء الثورة يستحيل أن ينسى أو يخون أهداف الثورة. والمؤامرة التي نفذها الحوثيون لتحريف الأهداف ارتدت عليهم، فنقش أطفال اليمنيين أهداف سبتمبر في قلوبهم حتى لا يكاد يغدو من المؤكد القول أنه لم تأتي فترة يحفظ صغار اليمنيين أهداف الثورة ويتغنون بالنشيد الوطني كما يحدث الآن، وتلك إحدى قواصم الظهر بالنسبة لميليشيا إيران، الميليشيا التي أرادت محو سبتمبر من وجدان اليمنيين. فازدادت سبتمبر تجذرا وأرادت تشويهها عبر الانقلاب في شهرها، فلم تزدد سبتمبر إلا جمالا لدى اليمنيين رأوا في قبح 21 ما زادهم عشقا 26، وشاهدوا في إجرام زعماء العصابة الحوثيين ما بلغ بهم حد عين اليقين بأن أجمل الثورات وأنقاها هي التي قاوم بها آباؤهم في وجه أمثال هؤلاء الظالمين. ولو كان للحوثيين في نظر اليمنيين حسنة واحدة في محيط خطيئاتهم لكانت حسنة أن قبحهم أبرز جمال سبتمبر، وأن إجرامهم أكد صوابية ما قام به الجيل السبتمبري الأطهر، وأن إصرارهم على إلغاء ثورة 26 سيكون السبب الأبرز لاقتلاعهم من قبل اليمنيين.
بالتزامن مع طقوسها الخمينية في الاحتفال بالمولد النبوي، قطعت ميليشيا الحوثية الإرهابية شوارع مدينة إب في ظل انتشار مكثف لعناصرها المسلحة في مختلف شوارع المدينة. وقالت مصادر محلية إن ميليشيا الحوثية أغلقت عدة شوارع رئيسة في مدينة إب ونشرت عشرات الأطقم في مداخل المحافظة وفي الشوارع والأحياء السكنية. وأشارت المصادر إلى أن ميليشيا الحوثي قيدت حركة المواطنين في شوارع مدينة إب وأعاقت وصولهم إلى أعمالهم وقضاء حاجاتهم المختلفة وعطلت الحركة التجارية. ووفقا للمصادر فإن ميليشيا الحوثي أجبرت الطلاب والموظفين في المؤسسات الرسمية والأهلية على حضور فعالياتها بالقوة. أوقدت الجالية اليمنية في العاصمة الهولندية لاهاي شعلة ثورة العيد 26 من سبتمبر الخالدة بحضور جمع من أبناء الجالية احتفاء بالعيد الوطني 61 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة. وعبر أبناء الجالية عن فرحتهم الغامرة بحلول عيد اليمن الأعظم، معبرين عن عميق انتمائهم لثورتي سبتمبر وأكتوبر وثوارها الأحرار، كما أكدوا المضي قدما على دربهم الوطني التحرري والتزامهم بمسار الثورة الخالدة حتى تحقيق كل أهدافها ومبادئها السامية. وأضاف المشاركون بأن إقامة مثل هذه الفعاليات الوطنية في بلاد المهجر واجب وطني يقع على عاتق كل يمني مؤمن بثوراته التحررية ونظامها الجمهوري الخالد، كما أنه مشاركة واجبة لأبناء الشعب اليمني في الداخل الذين يواجهون كل صنوف القمع والترهيب من أعداء الثورة المجيدة جراء احتفالهم بعيدهم الوطني. أعلنت منظمة الهجرة الدولية يوم أمس استئناف برامج العودة الطوعية للمهاجرين الأفارقة من اليمن. وقال رئيس بعثة منظمة الهجرة بالإنابة مات هوبر خلال لقائه وكيل محافظة مارب الدكتور عبد الرب مفتاح إن منظمته تدرك الصعاب والتحديات التي تواجه السلطة المحلية والوضع الإنساني في محافظة مارب نتيجة زيادة عدد السكان جراء عملية النزوح الكبيرة والمستمرة إلى المحافظة واتساع فجوة الاحتياجات. وجدد التزام منظمة الهجرة الدولية بالاستمرار في تنفيذ برامجها الإنسانية خلال الفترة القادمة إلى جانب السعي لاستئناف برنامج العودة الطوعية للمهاجرين الأفارقة بمساعدة الحكومتين اليمنية والأثيوبية. النشرة انتهت، وهذا تذكير بأهم عناوينها. اللواء العرادة يؤكد جاهزية مطار مارب لاستقبال العمليات الإنسانية للمنظمات الأممية. إصلاح القطن بحضرموت يقيم ندوة سياسية بعنوان اليمن إلى أين، احتفاء بذكرى التأسيس وأعياد الثورة. في ختام النشرة لكم مني أطيب المنى، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، في رعاية الله.